السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم، يا أهلا وسهلا، الله يعطيكم العافية. اليوم راح نلعب سولو ريسيرجنس. إن شاء الله أني أجيب الجيم هذا، لفترة والله ما ألعب وجالس أدرب الأيم من أول، ونقول يا رب إن شاء الله الأمور طيبة. عشيقة أيسلاند، يلا أوكي. والله ماني حافظ المابات، وطبعا تعرفوا يعني عشان تفوز جزء كبير لازم تحفظ المابات، وماني عارف ايش الاسلحة اللي قوية في الموسم الخامس، ماني عارف صراحة. عموما بختار اي سلاح ويلا، همشي الايم بس يزبط. كده ان شاء الله ننزل على طول ناخذ لنا تمارين سريعه. يب ليتس جو. الماب جميل صراحه، يعني لعبت فيه كده مره ما شاء الله عجبني. ولا هذا من فوق ومن تحت. ناخذ نظرة على الايلاند، صراحة جميلة والله. حلو الماب صراحة. استنوا شويه، صعب لان في اماكن كثير مفتوحه، فاذا تورط فيها انت حظك. يعني الصوت عالي، خلينا ارخيله شويه. يلا بسم الله على بركه الله، ان شاء الله ما اموت على طول. طيب انا شغلة، انا راح الوسط، اجي هنا احسن. والله هذا سبقنا واحد هنا. سلاح يا محسنين، سلاح. ناخذ الإبرة هذه. شكله في ناس برا. ايه ناس تحت يتوقع، تحت ولا فوق؟ يا راجل يا راجل يا راجل، ايش ايمو هذا؟ لا لا لا، هذا ايمو مش طبيعي ذا. سلامات يا رجل. دقيقة دقيقة، خليني اشوف الاعادة.
ماني عارف اذا كان في اسلحه اقوى من اسلحه، ما ادري والله اصلا. يلا تعالوا. معلش. لا 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 يا اخي سوء والله حاجة عجيبة صراحة. مالي درع ها. ايش هذا اللعبة هذه؟ We're detecting vulnerability in the enemy's network. Locate their uplink stations and secure their intel before they go offline. Enemy dropping into the AO. An enemy squad located an uplink station. Be advised, an enemy squad activated an uplink in your area. Secure that intel. في واحد جاي. بعيد هناك. في صوت. Extract whatever intel you can. Time's running out. ها
اوه اخذ عليه الكل. لا اوه هذا هو. ابلع يا حبيبي. جي جي معرق هذا مرة. هذا ثاني مرة اذبحه. غير غير الجهة يا خوي. ما ينفع انا وانت هنا. نظبط من دحين عشان دائما انسى اعشق اصلا. غير انه اللعبة للاسف ما يعمل لك كنسل ريلود لما تتورط. طيب كذا عندي دروع. اجي لي سلف والله يبغى لي سلف ضروري. هذا اللي في. طيب مشكلة تروح عند الباي ستيشن 700,000 واحد هناك موجود. قول لي ايش صار هنا؟ معركة طاحنا. طيب خلينا نلوت سريع ونمشي. اوه بلاي ستيشن مو وقته. طيب في صوت في صوت. والله ضارب حسابك انت. ايش حكايتك انت؟ مرة ثانية. اوه لا 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 لا, لا. يا مستغل الفرص. ودرع كمان يا مفتري. طيب طيب طيب. هذا حظي والله. دحين المكان صار اصعب واصعب لانه خلاص على وشك. طيب على وين هنا؟ يخليني على البيت هذا ان شاء الله. بس احسن لي هذه ابره كويس استفيد منه. ناخذ السلاح هذا. طيب اعطوني دروع اي شيء. حلو عند باي ستيشن هنا. المشكلة ما في وقت الغاز مشي. في صوت والله والله في صوت. في ناس هنا. اي سامع سامع وينه؟ معليش معليش. واحد ثاني. تعال تعال. اضيع عيني. والله انه لعيب. والله ضيع عيني. درع 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 درع. اوه في واحد. والله الحمد لله مو منتبه لي. كويس والله. ايه ابا الاي كي احسن. فينا واحد طبع العمارة هذيك. طبعا صعب صعب تعطيهم ظهرك. مثلا تبغى تروح للزون كلهم من فوق بياخذوني. يعني خلينا نلعب بذكاء. نهدى شوي. هذا سلاح كويس ممتاز بس ما في رصاص. ندور على رصاص. ياش هذه هي مشكلة اللوتينج صراحة في الجزء هذا. طيب في واحد شغال عنده الباي ستيشن ما شاء الله كل شيء مولع يو في. انا اخش البيت احسن لانه انا عارف والله لو اعطيهم ظهري بيذبحوني. يا الله غاز ماسك يا شباب. غاز ماسك يا رب. انا عندي ابره بستفيد منها بس ابغالي غاز ماسك احسن لعل وعسى. ما في ما في. يلا اي والله غاز ماسك غاز ماسك. الحمد لله الحمد لله. اول ما شفته والله طلع معي. طيب في اصوات من فوق كلهم. انا عندي غاز ماسك باخذ وقت صراحه. ما في احد فوق. هلا اطلع نروح. وينهم؟ ايه في واحد هناك. ايه هذا سنايبر شكله. طيب ما في احد هنا. ويلا دقت ساعة الصفر. لازم نلعب بذكاء لازم نلعب بذكاء.
ايوه والله ضدي 4، انا الخامس. لا اقدر عليهم ان شاء الله. لا اجيب الجيم، اجيب الجيم باذن الله تعالى اجيبه. في صوت، في صوت، في صوت. شكله جوا هنا ولا وين؟ جي جي يا حبيبي، جي جي. معليش انا اسوي روتيشن احسن، نطلع الزون. بتخاف تيجي من تحت؟ واحد في البيت هناك ولا شيء؟ هذا واحد هنا. لا لا شوف الجاز ماسك، شفت الجاز ماسك يا شباب؟ والله كويس، كويس انه مات يعني. السلاح ده قوي يا جماعة الخير، ماني عارف شو هو، شكله ام 4 او ام 13 اتوقع. جامد والله جامد، الفاير ريت تبعه مرة عالي. طيب باقي ضدي واحد. يقولوا الأخير هو المنوب دائما يعني، يعني هو اللي يكمبر. لا طبعا ما أغلط على أحد يعني، بس يقولوا هو اللي كمبرجي يعني، ممكن يكون معرق يعني يشيلني دحين. والله لي فترة ما ألعب صراحة، ولكن ما قصرت، بس ماني راضي والله إني أنهزم صراحة. لازم أجيب الجيم، لي فترة والله ما أجيب ولا جيم أصلا، ما ألعب عشان أجيب الجيم. طبعا اخر جيم لعبته في سيزون 1 وسيزون 2 في بدايته يعني، جست اشيك كذا على الدي ام زي. طبعا صاحب حيكون ورايا، مركز على المكان. خلينا نطلع فوق، خلاص هذا اخر دائره. تيك ام داون، يلا وين حيكون يعني؟ معقوله في مكان تحت الارض يعني؟ والله ممكن، ترى المابات هذه الجديده سبحان الله انفاقها اكثر من مرة، في أماكن سرية يعني كثير. وليكن في جليتش حق الجاز، ماني عارف والله، كان في جليتش فراح رحت فيها والله. أوه هلو يا حبيبي، جي جي يا حبيبي، الحمد لله جبنا الجيم والله. والله صراحة لي فترة والله ما ألعب، والحمد لله يعني. لعبت طبعا اجيام كثيرة، لعبت في التريوس واكواتس صراحة اكلت على راسي يعني، لكن انا انسان احب العب سولو صراحة، انا ابدع في السولو كثير. يلا الله يعطيكم العافية، هذا اول مقطع لي انزله عن كود، وان شاء الله باذن الله تعالى مستمرين. طبعا اغلب الالعاب راح العبها او الاجيام اللي راح العبها حتكون عن الدي ام زي باذن الله تعالى، وبكرة راح يكون سيزون 6، بداية السيزون 6، اليوم اخر يوم للسيزون 5. وراح ان شاء الله نخلي عنوان الفيديو هذا اخر جيم في السيزون 5. يلا 11 كل وثلاث مرات موت. اوكي يلا اشوفكم على خير، لا تنسون من اللايك والاشتراك في القناة لكل جديد، واشوفكم على خير، في امان الله، بيس اوت.